رؤوف، ربما نقدر نقول هزيمتين، كيف تشوف هذه الهزيمتين في هذه البطوله هذه؟ سي فري، هذه الهزيمه الثانيه كانت قاسيه، كامل الناس كانوا ينتظروا منا رده فعل تكون ايجابيه، مي الحمد لله هاد لي 3 ماتش اللي راحنا نلعبوهم راح تكون مقابله تحضيريه للاهداف اللي راح نتابعوهم ان شاء الله من بعد. ما يخفى لك باللي لعبنا كونتر فريق الوحده، فريق كان محضر عنده شهر من اللي كان محضر لهاد الدوره. حنا رانا فريق جديد، مدرب جديد، الهدف تاعنا ان شاء الله راح يكون على البطوله وعلى دور ابطال افريقيا، وايضا ثاني راح يكون على كاس الجمهوريه ان شاء الله. فريقك الاول نقدر نقول شبه ودع البطوله، باقي فريقك الثاني هو الرجاء، واش نقدر نقول مازال رؤوف غادي يدعم هذا الفريق الرجاء اللي كان معاه قبل اسابيع؟ سي فري، حنا ودعنا البطوله بكري، مي مازالنا ماتش راح نحضروه بكل اريحيه، نلعبوا سيريو، نكملوا المقابله الثالثه. يبقى فريق الرجاء اللي نتمنى له كل خير ان شاء الله، راني معاه، راح نشجعوا لاخر دقيقه ان شاء الله، وان شاء الله لما لا التاهل ان شاء الله. واش ما كنتيش محظوظ في فريق الرجاء لانك ما لعبتيش كثير معاه؟ ما نقولش نقولوا ان رؤوف يشوف راسه راه ظلم في فريق الرجاء. ماشي محظوظ، انا ما نقولش محظوظ، انا تظلمت من المدرب. لما المدرب يكون مدرب تونسي وانا كان عندي مشكل مع الاداره تاع الترجي، نفهم الوضعيه، انا فهمت الوضعيه، ما خرجت حكيت من قبل. الحمد لله الشعب كان عارف المشكل وين كان، ما عملت مشكل، كملت، تفاهمت مع الرئيس انه ما يمكنش نكمل مع الفريق. كيف تشوف حظوظ الرجاء في هذه البطوله هذه؟ الرجاء ما يخفالكش فريق كبير معروف، فاز ديجا بالنسخه لكاس العرب، نظن لو يفوز اليوم راح تكون حظوظ ان شاء الله باش يمشي بعيد ان شاء الله في البطوله. العام فات الرجاء الجمهور الرجاء خرج حزين ما ادى حتى لقب، اش ممكن رساله توجه للجمهور ديال الرجاء من خلال موقع 360؟ الرساله اللي راح نوصلها للجمهور تاع الرجاء انه كان عندهم لاعبين، ولكن المدرب ما عرفش كيفاش يوظف اللاعبين كما ينبغي. لذلك نظن الجمهور تاع الرجاء كان يعرف كرة القدم، يعرف مليح كرة القدم، اللي نتمنى له كل خير، ان شاء الله يوقف مع اللاعبين، يوقف مع المدرب الجديد اللي راهو يعمل في نتائج ايجابية، ويكونوا الدعم، لانه اللاعبين بدون جمهور ما راح يكون الدعم كبير. احنا نعرفوا باللي الرجاء بدون جمهور ما راح يعطي الكثير للفريق. لذلك نتمنى لهم ان شاء الله الجمهور يتفهم الوضعيه تاع الفريق ويكون وراهم ند بنا.